تقول الحين قدرت ازيحك من طريقي، والحين بترجع الامور لنصابها، ومن تراجع للصف الثاني أنا له أن يعود للصفوف الأمامية. أزيحك من طريقي. ما شاء الله، شو العواطف الجياشة بينكم؟ إيش مشاعر الود هذه؟ يا طويل العمر، أنا أرفض أي اتهام. بعد مستحيل أسوي كذا بجوالي أو أحط نفسي موضع شبهات. لحظة طال عمرك، الرسالة هذه فيها شيء مهم. هذه ما هي برسالة عادية، هذه نص موجود في السيناريو. إيش تقول أنت؟ طال عمرك، هو مو بنص أساسي في السيناريو، لكن رفيق طلب أنه يضيف هالجملة، وكلم الأستاذ علي والأستاذ علي اقتنع وأضافوها في السيناريو. أنا لازم أشوف النص هذا. طيب تفضلوا، انتظروني برا. جيب لي النص وجيب لي المخرج علي بسرعة. أبشر طال عمرك. أنا قريت النص، النص الأصلي اللي كتبه الكاتب، لاحظتنا في إضافات أضيفت العمل. يوم سألت الجماعة اللي يشتغلون معاك قالوا لي أنت اللي أضفته. أنت عادتك تضيف كذا أشياء العمل؟ كل عمل وله ظروفه. لا معلش، خلينا نكون صراحة مع بعض، لا نلف وندور. أنا سألتك سؤال محدد يا أستاذ علي، رد عليه وعافيك. طال عمرك، أنا أثناء التصوير ما تدخل في العمل، لكن أحيانا أطلب من الكاتب أنه يكتب بعض المشاهد وينفذها. هي إضافات حلوة، بس أنا استوقفتني إضافة كذا غريبة لها علاقة بالشبح وإطلاق نار، ما فهمت لها مبرر. أنا قلت لك قبل، أنا لازم أسوي تشويق وإثارة عشان نكسب الجمهور ويصير في مشاهدات. الله يهدك، هذا يقوله كلام واحد من مخرج جديد مو محترف زيك. أنت ما شاء الله عليك بدأت وطلعت أفلام ناجحة وأعمال قوية من غير قتل وشبح وشغلات زي كذا. أنت وش تبي توصل له بالضبط يا طول العمر؟ اللي بوصل له يا علي أنك تعمدت تضيف مشاهد الشبح والقتل عشان تسهل قتل فهد، وبناء عليه أنا أوجه لك الاتهام الرسمي بقتل فهد، يا أما مباشرة أو بالتعاون مع رفيق وعامر. يا طول العمر اسمعني زين، عندك واحد من خيارين، يا تعطيني دليل يثبت براءتك أو تقدم لي متهم آخر أحقق معه، وإلا فأنت متهم بجريمة القتل مع سبق الإصرار والترصد.